بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده عايزين نقارن بين التورك سبيد كاركترستكس بتاعه الدي سي موتور اللي هو السيبريت اكسايتد وبين الدي سي سيرفو ايه السيرفو موتور. يعني عايزين في نهايه الفيديو ده ان احنا نرسم الرسمتين بتوع الرسمتين دول على الماتلاب. الرسمه دي بتاعه التورك سبيد كاركترستكس للسيرفو موتور ودي بتاعه مين؟ دي بتاعه السيبريت اكسايتد دي سي موتور. خلاص عايزين نطلع الرسمتين دول على الماتلاب. يعني طيب تعالى بقى نشوف اول حاجه ندرس السيبريتلي اكسايتد دي سي موتور. احنا طبعا عارفين ان الايكوفالنت سيركت هم عباره عن دايرتين، دايره اللي هي بنسميها الفيلد سيركت ودايره اللي بنسميها الارمتشر سيركت. دايره الفيلد سيركت دي بيبقى احنا عشان اعملها سيبريتلي اكسايتد فهخلي السورس بتاع الفيلد سيركت منفصل عن السورس بتاع مين؟ ارمتشر سيركت. طيب انا دلوقتي عايز اطلع المعادلات اللي من من الايكوفالنت سيركت دي. اول معادله هجيبها معادله مين؟ معادله الباك ام اف. الباك ام اف بتساوي مين؟ اللي هو السبب بتاع المشين في الفاي في الفلكس في مين؟ في الاوميجا بتاعت مين؟ اللي بيلف بيها الموتور، الاوميجا بتاعت الموتور يعني. خلاص طيب انا دلوقتي وبرده لو انا جبتها برده باك ام اف المعادله دي جبتها معادله ثانيه يعني قلت لها الفولت بتاع ارمتشر اللي هو في توتال ناقص مين؟ ناقص الاي ارمتشر في مين؟ في ار ارمتشر. طبعا احنا شغالين طبعا المعادله دي مكتوبه عند الاستديست اوبريشن. طيب وبرده في معادله ثانيه معادله التورك ان هو الكي في الفاي في في اي ارمتشر. خلاص ده برده الثابت برده بتاع الماشين. طيب الفلكس ده جاي منين؟ سواء الفلكس اللي جاي هنا الفاي ده او الفاي دي جايه منين؟ جايه من دايره الفيلد. فانا لو انا ثبت السورس اللي هو الدي سي سورس اللي هو بيغذي دايره الفيلد الفيلد سيركت يبقى ساعتها الكرنت اللي ماشي في دايره الفيلد ماله هيبقى ثابت، وساعتها برده هيبقى الفاي هتبقى مالها ثابت. تمام يبقى انا ساعتها هيبقى اقدر بس اقدر اعمل كنترول على الدي سي موتور ده عن طريق عن طريق دايره الارمتشر. خلاص لو انا دلوقتي جيت حليت المعادلتين دول، المعادله اللي هي بتاعت الباك ام اف دي ومعادله الالكترومغنيتيك تورك، حليتهم مع بعض هطلع معادله بتجيب علاقه بينهم مين؟ بتجيب علاقه بين الروتور سبيد اللي هي سرعه الموتور يعني اوميجا وبين مين؟ وبين التورك. المعادله دي طبعا دي المعادله المشهوره بتاعت الدي سي بتاعت السيبريت اكسايتد دي سي موتور. لو احنا جينا رسمنا المعادله دي بين الاوميجا ماشي وبين مين؟ وبين التورك، هيطلع الكيرف كيرف سلوب نيجاتيف سلوب كيرف. خلاص طيب النيجاتيف سلوب كيرف ده لو انا عايز اتحكم فيه ايه البارامترز اللي ممكن اتحكم فيها؟ البارامترز اللي احنا ممكن نتحكم فيها ان انا عايز ارسم يعني عايز ارسم علاقه كذا 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 رسمه او كذا سلوب او كذا كيرف من السلوب النيجاتيف سلوب ده كذا رسمه ليه ازاي اقدر ارسمها بين الاوميجا وبين التورك. ممكن انا مثلا اغير الفولتج بتاع مين؟ الارمتشر اللي هو اللي داخل اللي هنا. يبقى انا لو انا غيرت الفولتج ده هقدر انا اغير التورك سبيد كاركترستكس دي. تمام ممكن برضو ان انا اغير مين؟ اغير الفاي او ممكن انا اغير مين؟ ار ارمتشر. خلاص طيب احنا دلوقتي عشان احنا شغالين سيبريت اكسايتد فلازم دايره الفيلد مالها منفصل عن دايره الارمتشر. فانا هثبت الفلكس يعني هخلي الفاي دي ثابته وهخلي كمان الار ارمتشر دي مالها ثابت، هغير بس في مين؟ في الفولتج داخل على الارمتشر. خلاص فبالتالي لما اغير الفولتج اللي داخل الارمتشر هقدر ارسم كذا كذا كيرف. طيب اعلى فولتج داخل الارمتشر هو هو الريتد هو الريتد فولتج. تمام فاحنا بالتالي لما نيجي بقى احنا دلوقتي قلنا عايزين عشان نرسم التورك سبيد كاركترستكس بكذا نيجاتيف سلوب كيرف هنغير بس مين؟ الفولتج بتاع الارمتشر. طب لما اغير الفولتج بتاع الارمتشر يبقى انا بغير كده مين؟ بغير الجزء من مين؟ من الواي اكسس، يعني النقطة اللي هي اللي بتقطع الواي اكسس دي هبدا ان انا اغير فيها، لكن الاسلوب كلهم هيبقوا الكيرفات كلهم هيبقوا نفس الاسلوب، فهيطلع الرسومات مالها الاربع كيرفات هيبقوا بالمنظر ده. اعلى كيرف هو الريتد فولتج ان انا ما اقدرش اغذي الدي سي موتور بفولتج اعلى من الريتد فولتج، وبالتالي ابدا اقلل الفولتج ده، كل ما اقلل الفولتج ده كل ما النقطة اللي هي بتقطع الواي اكسس دي هتبدأ انها تقل. خلاص انا كل ما اقلل الفي دي تمام كل ما الجزء اللي بيقطع الواي اكسس ده ماله هيبدأ يقل. وانا طبعا مثبت مين؟ مثبت الفاي عن طريق الفيلد سيركت. انا مثبت السورس بتاعها مش بغيره، والار ارمتشر مش بغيره، والكي ده ثابت بتاع الماشين. خلاص هبدأ ارسم علاقة بين اوميجا والتورك، اوميجا على الواي اكسس والتورك على على الاكس اكسس. هبدأ ارسم العلاقات دي كلها. طيب تعالى بقى نشوف ازاي ننفذ الكلام ده على الماتلاب.
اول حاجة هنشتغل على ايه؟ على الماتلاب سيميلينك. هنفتح ايه؟ نفتح نيو موديل. طيب بعد ما نفتح نيو موديل عايزين بقى نروح نجيب ايه؟ عايزين نجيب الموديل بتاع الماشين. نجيب الموديل بتاع الدي سي ماشين هنجيبه منين؟ اول حاجة هنروح على الايه؟ على السيمي سكيب. من السيمي سكيب دي هنبدأ نختار منها الايه؟ السيمي باور سيستم. كل الكومبوننتس اللي موجودة في السيمي باور سيستم، سواء ان هي اليمنتس الكتريكال اليمنتس او ماشينز او باور الكترونكس او الكتريكال ريسورسز، كل الحاجات دي عشان تشتغل محتاجه الايه؟ الباور جايد. باور جايد ده هو السولفر اللي بيحل كل الايه؟ الديفرنشال ايكويشنز اللي موجوده في ايه؟ في الكومبوننتس الايه؟ اللي موجوده في السيمي باور سيستم. تمام؟ فلازم الباور جايد ده لازم يكون موجود فين؟ لازم موجود في الموديل اثناء وانا بعمل ايه؟ سيميوليشن. خلاص، فانا لازم ايه؟ هقول له ادي انتايتلد. فبالتالي لما اروح للنيو موديل اللي انا فتحته هلاقي ان هو ايه؟ اتضاف لوحده. اتضاف خلاص، تمام؟ ده الباور جايد. دي اول حاجه لازم انت اول ما تيجي تشتغل على سيمي باور سيستم لازم الباور جايد ده ايه؟ يتضاف. بعد كده احنا هنشتغل على ايه؟ على الدي سي مودر. فنروح عند الماشينز واختار الدي سي ايه؟ ماشين. طيب احنا طبعا الدي سي ماشين دي ايه؟ تعال نشوف اما هي اتضافت. الدي سي ماشين دي لما اضغط عليها، افتح بقى عشان اغير البارامترز بتاعتها، ونختار عايزين نختار موديل للايه؟ للدي سي ماشين ده. فهتلاقي انت ممكن الماشين دي ملهاش موديل، او هو حاطط لك ايه؟ ريفرنس مودلز للماشين. فاحنا هنختار اول موديل. اول موديل ده اللي هو بيقول لك ايه؟ ان الماشين دي الريتنج بتاعتها ان هي بتطلع 5 هورس باور، دي ميكانيكال باور اوتبوت مطلع على الشافت. ال 240 فولت ده الريتد فولتج بتاع الارميتشر سيركت، يعني دايره الارميتشر اللي هي هنا دي، ماشي؟ الريتد فولتج بتاعها هيخشلها كام؟ 240 فولت. مقدرش انت تدخل اعلى من ايه؟ من 240 فولت. فاعلى كيرف هنا يبقى كام؟ الريتد فولتج بتاعها يبقى كام؟ 240. بعد كده قايل لك 1750 ايه؟ ار بي ام. ده مين؟ ده الريتد ايه؟ ريتد سبيد اللي هيدور بيها الايه؟ الماشين. بعد كده ان الفيلد الريتد الريتد فولتج على دايره الفيلد سيركت هيبقى كام؟ 300 فولت. خلاص، وانت هتتحكم في الماشين دي الانبوت بتاعها هيبقى ايه؟ التورك. خلاص، بعد انت ما تختار الموديل ده اللي هو اول واحد تعمل ايه؟ تعمل ابلاي. لما انت تعمل ابلاي، لما تروح بقى تشوف البارامترز بتاعت الماشين، هتلاقي ان ايه؟ على بيزد على الموديل اللي انت، نوع الموديل اللي انت اخترته او الريدنجز اللي انت اخترتها للماشين دي، بدا ان هو يحط لك بقى ايه؟ يحط لك الارمتشر ريزيستنس بتاعتها كام؟ الاندكتنس كام؟ الفيلد ريزيستنس الفيلد اندكتنس بكام؟ وهكذا، تورك انرشيا وفيسكاس وكل الكلام ده كله. تمام؟ طيب بقى تعمل ايه؟ اوكي، كده انت ايه؟ ظبطت الايه؟ او اخترت نوع الموديل او الريدنجز بتاعت الايه؟ بتاعت الدي سي ماشين. احنا قلنا دلوقتي ده الطرفين اللي هي الاف بوزيتيف والاف نيجاتيف، دي دايره الايه؟ دايره الفيلد سيركت. والاي بوزيتيف والاي نيجاتيف دي دايره الارمتشر ايه؟ سيركت. الام دي بتمثل الايه؟ ده الميجرمنت بورت اللي انت هتبدا تقيس ايه؟ اللي انت هتشوف من عليه السبيد، تشوف من عليه التورك، تشوف من عليه التيار اللي ماشي في الارمتشر. يعني ده المكان اللي هقيس منه. التورك الانبوت ده الانبوت اللي بيخش للماشين ازاي؟ يعني انت مثلا الماشين دي عايز تحملها، عايز تحط لود عليها، طب اللود اللي انت هتحطه ده تورك قد ايه؟ طبعا التورك ده هنا ايه؟ اليونتس بتاعتها نيوتن ايه؟ نيوتن متر. طيب احنا طبعا قلنا ان دايره الفيد هتتغذى من ايه؟ من دي سي سورس. فهنروح لازم نجيب الايه؟ دي سي سورس. هنجيبه منين؟ من الالكتريكال سورسز. نختار ايه؟ دي سي سورس. الدي سي سورس ده اللي هنضيفه دايره الايه؟ دايره الارمتشر، دايره الفيلد قصدي. احنا قلنا دايره الفيلد هنا قيمتها كام؟ الريتد بتاعها 300 فولت. فاحنا هنشغلها عند كام؟ عند 300 فولت. فهظبط ده على 300. تمام؟ طيب دايره الارمتشر دي احنا قلنا ايه؟ هي دي اللي انا عايز اتحكم ايه؟ عايز اتحكم فيها. تمام؟ طيب انا دلوقتي هجربها. اول حاجه ان هي تشتغل عند الايه؟ عند الريتد. يعني خلي دايرة الارمتشر التغذية بتاعتها الأول حاجة هي الريتد، ريتد فولتج اللي هو 240 فولت. تمام، حاجة هنا غيرها كام؟ 240. وأخلي برضو التورك بتاع الإيه؟ التورك أحمل الماشين بالتورك الإيه؟ الريتد. طيب التورك ده أجيبه منين؟ هجيبه، هتروح هنا عند السيميولينك عند السورسز وتختار الايه؟ كونستانت. تمام؟ طيب انا عايز احمل الماشين بمقدار قد ايه؟ عايز احملها بالريتد بتاعها. هو بيقول لي
الماشين دي هتدور ب 1700 1750 RPM لما يبقى الريتد فولتج بتاعها 240 فولت، ولما يبقى 300 ايه الفيلد بتاعتها، دائرة الفيلد الفولت بتاعها كام؟ 300 فولت. هتدور ب 1750 RPM لما تكون محملها بالايه، بالريت التورك بتاعها. طب الريت التورك بتاعها بيتحسب ازاي؟ بيتحسب بالعلاقة ايه دي، ان التورك احنا طبعا عارفين ان في معادلة ان الايه الباور بتساوي ايه، تورك في اوميجا، تمام. طيب التورك بقى بيساوي ايه؟ بيساوي الباور على اوميجا، بس الباور هنا عطاها لي ايه، 5 هورس باور، فانا عايز احول ال 5 هورس باور دول لايه، لوات، فاضرب في 700 ايه، 46. طيب ال 1000، طيب احنا قلنا التورك، التورك بيساوي ايه، باور على اوميجا. طب هو عطالي بالار بي ام 1750 ار بي ام اللي هي الريتد سبيد، فلازم احولها للايه، للراديان بير سكند، فاضرب في ايه، 2 باي في ار بي ام على اي 60. هضرب القيمه دي كلها، هي دي الريتد ايه، الريتد تورك. لو الريتد تورك ده اتحمل على الماشين وكنت حاطط الفيلد سيركت التغذيه بتاعتها 300 فولت هنا وهنا 240 فولت، هلاقي ان السبيد بتاعت الماشين 1750 ايه ار بي ام. طيب تعال نكتب الكلام ده هنا. ان احنا اول حاجه عندنا ايه، الخمسه هورس باور مضروبين في 746، بعد كده اقسمهم على ايه، 2 في باي في 1750 على 60، تمام. طيب بعد كده عايز اشوف بقى ايه، عايز اقيس السبيد، الريتد سبيد هتطلع كام، فهاجي هنا واختار ايه، واختار حاجه اسمها بس سيلكتور. هوصل البورت الام دي بالايه، بالباص، بالانبوت بتاع الباص سيلكتور، واخش جوه الباص سيلكتور. اول حاجه بيقول لك ده سيلكتد ايه سيجنالز، يعني دي السيجنالز اللي الماشين تقدر ايه تقيسها، خلاص. فانا هعمل ريموف للاثنين دول وابدا ان انا اعمل ايه، انا عايز مثلا اشوف مين، عايز اشوف السبيد والوحده بتاعتها كام، راديان بير سكند، هقوم ايه اعمل لها سيلكشن، خلاص. عايز مثلا اشوف التورك، خلاص نيوتن متر هيقيسه لي واعمل له سيلكت، اوكي، فيطلع لي اتنين ايه، اتنين سيجنال. اجيب بقى، اروح اجيب سكوب، خلاص، وانزله، خلاص، واحط لي برضو الديسبلاي عشان ايه نشوف الارقام، تمام. السكوب اول حاجه اما جيت اتعامل مع السكوب لازم اتاكد ان هو الايه، لما ادوس على البارامترز اللي هنا، ماشي، وبعد كده اجي هنا على الهيستوري اتاكد ان الايه الان ليميت ايه، الداتا الليميت داتا بوينتس دي معمول لها ايه، ان تشيك، ماشي. القيمه دي بتاع الامر ده معناه ايه، معناه ان هو بياخد اخر 5000 نقطه من الايه، من السيميوليشن ايه ريزلتس، خلاص. فانا عايز اخد كل السيميوليشن ريزلتس اشوف الريسبونس كله بتاع الايه، بتاع السبيد او السيجنال هتطلع على الايه، على السكوب، تمام. وصلها هنا، لما اوصل دي باول واحده هلاقي كتب لي هنا ايه، كتب لي السبيد بايه، راديان بير سكند، بس انا عايز اشوفه على طول بالايه، بالايه، بالار بي ام. يبقى لازم اجيب جين واحول من الراديان بير سكند لايه، لار بي ام، تمام. الجين ده هنجيبه منين؟ هتلاقي هنا الجين. طيب ازاي بقى احول من الار بي راديان بير سكند لايه، لسبيد؟ احنا هنا هتلاقي في المعادله دي ان احنا حولنا من ار بي ام لايه، لراديان بير سكند. احنا عايزين نعمل العكس، من راديان بير سكند لايه، لار بي ام. احنا ضربنا في كام، في 2 باي على 60، يبقى نعمل ايه عشان نحول العكس، نضرب في 60 على ايه، على 2 باي. في حاجه هنا 60 على 2 في ايه، باي، تمام. تاني برضو حاجه لازم نظبطها في المودل واحنا شغالين، ان احنا هنيجي هنا على الكونفيجريشن بارامترز، خلاص، ونظبط الماكسيمم ستيب تايم كام، 1 اي اس سالب كام، 4، عشان نخلي الستيبس او السامبل تايم اللي بيشتغل عليها الماتلاب سامبل تبقى ايه، التايم بتاعها صغير، عشان اشوف كل نقطه على الايه، على الجراف. وعشان اسرع المودل او عشان اختار السيرفر الكويس ليها اخليه ايه، اخر واحد، تمام. طيب تعالى نعمل رن برضه، لو عايزين نوصل الديسبلاي عشان نشوف السرعه تبقى كام، اهي كام، 1750 ايه ار بي ام، خلاص. يبقى صحيح انا دلوقتي ظبطت الموديل بتاع الماشين ان هو هيطلع 5 هورس باور، يبقى ساعتها دلوقتي الباور اللي طالع على الشافت او طالع على الروتر كام، القيمه بتاعتها 5 هورس باور. دي طبعا ميكانيكال ايه،
ميكانيكال باور خلاص تمام. وانا هنا الماشين متحمله بالايه يعني التورك، التورك الميكانيكال اللي عليها كام بالقيمه دي اللي احنا حددناها، احنا لسه ايه حاسبينها خلاص. ولو شفنا شكل السبيد هنلاقي ان شكلها عامله زي الايه زي الاكسبوننشال ايه ريسبونس خلاص. طيب اخدت طيب قد ايه عشان توصل لل 1700؟ يعني هنا دي 1750 ار بي ام، عشان توصل للستيدي ستيت فاليو دي اخدت طيب قد ايه؟ تقريبا ممكن يكون كام؟ 2 من 10 ثانية تمام. يعني انت لو عملت زوم هنا كده زوم في الـ في الاكس اكسس هتلاقي تقريبا كام؟ 2 من 10 ثانية او ايه او ربع ايه او ربع ساعة. طيب ده بس كده عشان ايه اتشيك الماشين وهي شغاله في الايه في الريتد ايه في الريتد برا في الريتد في الريتد ايه فاليوز بتاعتها تمام. طيب احنا طبعا قلنا عايزين نرسم الايه الكيرفات دي. طب الكيرف مثلا يعني مثلا عايز ارسم الاربع كيرفات دول في رسمه واحده زي ما هما كده باينين قدام، ازاي ارسمهم؟ عايزين نشوف فكره كده بحيث ان احنا نرسمها. طبعا احنا قلنا ان الكيرف بس ده الكيرف ده كله شغال عند الريتد فولتج، يعني الارمتشر داخل عليه ريتد فولتج اللي هو 42 فولت تمام. ازاي اقدر ارسم الكيرف ده؟ الكيرف ده ايه هي التو اكسس بتوعه اللي هما السبيد والايه والتورك بنيوتن متر، ده التورك الديفلوبد بالايه بنيوتن متر تمام. ازاي اقدر ارسمهم بقى؟ لو انا قدرت اغير النقط اللي على التورك دي، يعني اقول له مثلا التورك بتاع اللود احمل الماشين عند زيرو، يعني الماشين ايه نو لود مش متحمله، بعد كده مثلا احملها بايه ب 25% من ريت التورك بتاعها. ريت التورك بتاعها اللي هو فين؟ اللي هو هنا اخر واحد ده، ده هنا النقطة دي لما ننزل تحت كده هتبقى ايه دي الريت التورك. فبالتالي لما اجيب نقطة عند 25% من الريت التورك، عند 50%، عند 75%، عند 100% من الريت ايه التورك. مين هو الريت التورك؟ الريت التورك ده هو الايه المعادلة اللي انا ايه حاسبها دي، هي دي الريت التورك. فانا عايز ادخل الايه التورك بقيم مختلفة واكون عامل الفولتج بتاع الارمتشر كام؟ 240 خلاص. لو عملت الكلام اللي انا قلت عليه ده هيرسم لي الكيرف ده. طيب انا عايز ارسم الكيرف ده. طب الكيرف ده امتى يترسم؟ قال لك الكيرف ده بيترسم لما اقلل الارمتشر ايه فولتج. طيب ده هنا الكيرف ده عند الريتد فولتج، طب اقلله قد ايه مثلا؟ اظبطه اي قيمه بس اقلل الارمتشر فولتج. هنرسمه مثلا الكيرف ده عند 75% من الارمتشر فولتج، والكيرف ده عند 50% ارمتشر فولتج، والكيرف ده عند كام؟ عند 25% ارمتشر فولتج. وكل كيرف من دول هبدا اغير قيمه الايه التورك، بالتالي اقدر ارسم الاربع كيرفات ايه دول مع بعض. طيب ازاي بقى انا ادخل اخلي قيمه التورك مالها متغيره؟ هروح على السيميولينك واروح عند قيمه السورسز واختار حاجه اسمها بلوك كده او سورس اسمه ايه اسمه ريبيتنج سيكونس، وهو ده اللي انا ايه هضيفه واشتغل عليه تمام. طيب الريبيتنج سيكونس ده بيقول لك ليه تو بارامترز اللي هما التايم فاليوز والايه والاوتبوت فاليو، يعني انت بتقدر تظبط التايم اللي هي المنطقه دي والواي والايه والاوتبوت فاليو اللي هي الايه الواي اكسس، والتايم فاليو دي اللي هي الاكس اكسس. طيب احنا دلوقتي قلنا عشان نشغل الماشين ماشي بحيث ان هي تطلع سبيد معين عند الستيدي ستيت فاليو، لان خلي بالك كل النقط اللي مرسومه على هذا الكيرف على التورك سبيد كاركترستكس ده كل النقط دي دي ستيدي ستيت فاليو ماشي مش ترانزيانت، لان طبعا الماشين احنا شايفين الايه في الترانزيانت اوبريشن بتاعها والستيدي ستيت اوبريشن، فانا عايز اخد ايه الستيدي ستيت بس. فانا التايم اللي هدخل فيه الفولتج مع التورك هو التايم بتاع مين؟ هو التايم اللي هيوصل فيه لمرحله الستيدي ستيت. طيب فانا هبدا اول حاجه بزيرو، البدايه لحد زيرو. احنا قلنا مثلا الماشين امتى تثبت عند الستيدي ستيت؟ بعد قد ايه؟ بعد ربع ثانيه خلاص. بعد كده بدل ما نشتغل ربع ثانيه خلينا الايه نقول واحد، بعد كده نبدا برضو من عند الايه الواحد اتنين تلاتة، بعد كده كام؟ أربعة خمسة. إيه بقى اللي أنا كاتبه ده؟ دي كده كأنه النولو التورك، دي ما أقول ده الفترة بتاعت النولو التورك، دي الفترة بتاعت 25% من النولو التورك، ودي بتاعت كام؟
75% من النور الترك، خلاص، ودي 75% من النور الترك، ودي 100% من الايه، من الريد الترك قصدي، تمام. كل دول هيضربوا في كام بقى؟ في الربع ثانية، تمام. طيب تعالى بقى نظبط الايه، الاوتبوت فاليو، نفس الكلام. هنقول هنا ايه، اول حاجة عايز تشغلها عند الايه، عند النول الترك، يعني ترك بزيرو، خلاص. بعد كده كام؟ بعد كده ايه، 25% من الايه، من الريد الترك. بعد كده 50%، بعد كده 75%، بعد كده 1، تمام. اجيب بقى دي هنا كنترول ايه، واضرب كل ده في مين؟ في الريد الترك، خلاص. اوكي، طيب هل، طب انا بقى عايز افهم انت عملت ايه. تعال نشوف، انا ظبطت السكوب اللي هو ريبيتنج سيكونس. تعال نشوف انا لما اقطع هشغله ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي في تايم من زيرو لحد ربع ثانية، انا مدخل ايه، زيرو يعني لود تورك. بعد كده من ربع ثانية لنص ثانية اللي هي فترتها ربع ثانية، يعني مدخل كام؟ 25% من الريت التورك. بعد كده الستيب دي 50% من الايه، من الريت التورك. بعد كده خمسة وايه، خمسة في المنطقة دي كام؟ 75% من الريت التورك. ولو كملت شوية، ماشي، لو دي مثلا قلت 6 في 2 من 10، هلاقي ان هو يكمل ايه، 100% من الريتد ايه، 100% من الريتد تورك. بعد كده يبدأ ايه، يعيد السايكل دي تاني. يعني مثلا لو خليتها مثلا 7، ماشي، ده السيميليشن تايم اهي، هنا زيرو تورك، 25% من الريتد، 50% من الريتد، 75% من الريتد، 100% من الريتد. كده يبدأ يعيد السايكل ايه تاني، زيرو، 25، وهكذا، خلاص. طيب انا بقى السايكل دي عايز اكررها كام مره؟ عايز السايكل اللي هي، عايز السايكل دي اللي هي من اول زيرو لحد 100% من الريت التورك، مره تتعاد لمين؟ مره تشتغل مع 100% من الريت فولتج، مره تانية مع 25% من الريت فولتج، مره تانية مع 75%، مره مع 50%، مره تانية رابعه مع ايه، مع 100%، تمام. طيب يبقى انا بالتالي انا عايز اغير مين؟ الارمتشر فولتج. يبقى انا مش هستخدم ايه، دي سي سورس ثابت كونستنت، لا، يبقى انا هشتغل بايه، بكنترول دو فولتج سورس. فهروح عند السيمي باور سيستم واختار عند الايه، عند السورسز، حاجه اسمها ايه، كنترول دو فولتج سورس، تمام. وابدا ان انا ايه، اضيفه هنا، وابدا ان انا اي الكنترول ديفولت سورس ده هيشتغل عن طريق مين بقى، عن طريق ريبيتنج سيكونس. الانبوت بتاعه والسيجنال بتاعته هتيجي منين؟ من ريبيتنج سيكونس. طيب ازاي بقى شغاله مع ريبيتنج سيكونس؟ تعال نشوف. احنا دلوقتي قلنا هنا السايكل الكامله، السايكل الكامله بتاعت الايه، من 0 لحد 100% من درجه التورك اخدت فتره قد ايه، واحد وكام؟ واحد وايه، وربع ثانية، صح؟ طيب فالواحد وربع ثانية دي انا عايز اشغل فيها 100% من ريت التورك. بعد كده الواحد وربع ثانية التانيين اللي وراهم اشغل 75% من ريت التورك، وهكذا لحد 25%. فهبدأ ان انا ايه، اعيد نفس الكلام، ابدأ من زيرو لحد واحد، بعد كده واحد، اتنين، بعد كده اتنين، تلاتة، تلاتة، اربعة. دي كده 100%، 75%، 50%، 25%، خلاص. وانا هنا لقيت نفس الكلام، احنا عايزين نشغل ايه، 100% يعني واحد، بعد كده 75%، 75%، عشان احنا بنقلل، خلاص. فبالتالي اقلل قيمة الريتد ايه، تورك، ريتد فولتج، بعد كده نص، نص، ربع، ربع،
وكل الكلام ده اضربه في كام؟ في 240 اللي هو الريتد فولتج، ودي فوق اضربها في كام؟ في 1.25. تمام تمام هعمل اوكي. تعالى بقى نشوف لو احنا عايزين كده ايه، قبل بس ما نشغل الماشين نشوف هل الكلام اللي انا بقوله ده هيشتغل ولا لا. لو انا جيت مثلا عملت على السكوب ده خليت نمبر اوف اكسس بتاعته 2، قلت له انا اوكي، جيت مره دخلت دي فوق اللي هي دريت التورك، ومره تحت دخلت ايه ده، ودي هنا 1.25 في كام؟ في 4. ايه بقى اللي هلاقيه؟ هلاقي هنا بص، دي السيجنال اللي تحت دي بتمثل الفولتج بتاع ارمتشر، ودي فوق بتمثل مين؟ التورك بتاع اللود. فانا عند فولتج ارمتشر 240 فولت، يعني اللي هو الريتد فولتج، انا بقى ايه، بغير التورك مره زيرو، مره ربع الريتد التورك، بعد كده مره 50%، بعد كده 75%، كده 100%، بعد كده ارجع اعيد نفس الكلام ده لمين؟ ل 75% من الريتد اي فولتج، وهكذا. بعد كده مره ثانيه اعيد نفس الويف فورم بتاعت التورك دي لمين؟ ل 5 وايه، ول 50% من الايه، من الريتد فولتج، واعيد نفس الكلام ده لمين؟ ل 25% من الايه، من الريتد فولتج اللي هي 60، يعني ربع 240 كام؟ 60. تمام. بس ولو انا بقى زودت التايم عن القيمه دي، ده ايه، السيميليشن تايم اللي عايز اشغل ايه في الماشين ده خلاص. ولو عايز ازود هتبدا السايكل دي تتعاد مره ايه تاني. طيب تعالى بقى نشغل الكلام ده كله. يبقى دلوقتي ده الريت التورك، ده التورك يعني السيجنال بتاعته هتخش هنا، ودي اللي هتشغل مين؟ الفولتج بتاع الارمتشر. تمام. انا بقى عايز ارسم ايه، احنا قلنا عايزين نرسم الرسمه دي، فالرسمه دي ليها اتنين اكسس اللي هو السبيد ومين، والتورك. فبالتالي مش هينفع استخدم السكوب العادي ده، السكوب العادي ده بيرسم بين السيجنال اللي داخل له وبين مين، وبين التايم. فانا عايز ارسم بين ايه، بين اتنين سيجنالز ايه كنترولد، فهجيب حاجه اسمها ايه، اكس واي جراف. تمام. وهي دي اللي هشتغل ايه عليها. الاكس واي جراف اول انبوت ليها اللي هو الاكس، احنا مين هي الاكس اكسس بتاعنا هنا؟ الاكس اكسس هو التورك، صح؟ فهدخل هنا اول حاجه التورك، بعد كده ادخل مين؟ ادخل السبيد بالايه؟ بالار بي ام. هنا السبيد طالع بالار بي ام، وهنا دي قيمه التورك الايه؟ اللي داخله. خلاص. طيب الاكس واي جراف ده برده لازم ايه؟ يتظبط. طيب هنظبطه ازاي بقى؟ قال لك اكس مينيم، ايه اقل قيمه للتورك؟ قال لك زيرو. طيب ايه اعلى قيمه للتورك؟ اللي احنا اللي هي الايه؟ تعالى نجيبها من هنا، كنترول سي، بدل ما نقعد نكتبها كل شوية. خلاص. وإيه، وأحاول كده أزود عنها بسنة صغيرة عشان إيه الرسمة تطلع باينة واضحة، بواحد إيه، ب20% زيادة. طيب الواي مينيموم اللي هي إيه، أقل قيمة للسبيد بالآر بي إم زيرو. طيب أعلى قيمة للسبيد بالآر بي إم كام؟ قالك أعلى قيمة للسبيد بالآر بي إم خلينا نشتغل بقيمة مثلا كام؟ 2000 وكام؟ 2500. هي طبعا الريتد سبيد 1750، فاحنا هنعلي عنها بايه، بقيمه ايه شويه يعني. ماشي. طبعا لازم ناخد في اعتبارنا ايه، ان في طبعا ان اللود سبيد اللي هي مين، اللود سبيد اللي هي النقطه دي، اللود سبيد طبعا بتبقى طبعا اعلى من الايه، من الريتد سبيد. ماشي. طيب فلازم ناخد في اعتبارنا الحته دي. خلاص كده اتظبط الايه، الاكس واي جراف. خلاص المفروض دلوقتي ابدا اعمل ايه، ابدا اعمل ران. فهتلاقي ان هو الايه، التايم بتاع السيميليشن هياخد وقت ايه شويه، بس هو شغال زي ما انت شايف كده، ان كل الرسومات اللي عامل رسم الكيرف ده عند 100% من الريتد ايه فولتج، ده عند ايه شغالها، عند كام؟ عند 75% من الريتد فولتج. وهيعيد نفس الكلام ده عندي، عند 50 وعند 25% من الريتد فولتج. دي هنا النقطة دي اللي هي بتمثل مين؟ اللي هي بتمثل النولود، هنا بتمثل 25% من الايه، من الريتد تورك. دي 50%،
دي 75%، دي 100% من الولايات الترك، وهكذا يبدأ يعيد نفس الكلام. تمام، هو خلاص قرب ايه، خلاص هو كده ايه خلص. طيب ده هنا بيمثل مين الاكسس ده؟ ده اللي هو الايه السبيد بالار بي ام، ودي هنا التورك بالنيوتن ايه متر. طيب تعالى بقى ناخد كده ايه سكرين شوت من الكلام ده، ونروح على برنامج اللي هو الايه البنت. ونبدا ان احنا بقى ايه نوصل بالنقط اللي سيدي ستيت. فين النقط اللي سيدي ستيت عندنا؟ احنا قلنا الكيرف ده كله ده كده مرسوم عند 100% من الريتد فولتج، دي عند نقطة ايه؟ عند نقطة النو لود، دي عند 25%. فين بقى نقطة الستيدي ستيت؟ نقطة الستيدي ستيت هي ايه؟ النقطة اللي تحت دي، ودي نقطة الستيدي ستيت عند ايه؟ 55% من الايه؟ من الريتد تورك، ودي 75% من الريتد تورك الستيدي ستيت بتاعها، ودي عند 100% من الريتد تورك. فابدأ اوصل النقط دي كلها، هلاقيها ان هي كلها ايه؟ عامله خط لينير ايه لينير، خط لينير. خلاص لما اوصلهم كده كلهم ببعض هلاقيهم كلهم على نفس الايه على الخط. تمام مظبوط. طيب الكيرف اللي تحت اللي هو عند 75% من الريتد فولتج برضو كل النقط بتاعت اللي سيدي سيد مالها تحت ايه متوصله كلها بايه على خط واحد، وهكذا والكيرف ده كمان. تمام طيب، وبرضو نفس الكلام الايه الكيرف ايه اللي هو 25% من الايه من الريتد فولتج. يبقى بالتالي اول واحد ده بيمثل 100% ماشي اوف من الايه من الفي ريتد. خلاص طيب اللي تحتيه ده بيمثل كام؟ بيمثل 75% من الري من الريتد فولتج. ده بيمثل كام؟ 50%. ده بيمثل هنا كام؟ 25%. خلاص هنا ده كل الكلام ده هنا بيمثل ايه؟ ده كده التورك سبيد ايه؟ التورك خلاص سبيد كاركترستكس ماشي بتاعت ايه؟ اوف سيبريتلي اكزايتد دي سي ايه. تمام خلاص ليك الرسمه طالعه من ايه؟ طالعه من المتلاعب. عايزين بقى نعيد الرسمه دي تاني بس لمين بقى؟ يبقى الرسم دي شبه مين؟ شبه الرسمة دي صح؟ اهي. طيب عايزين بقى نعيد نفس الكلام بس لمين؟ للدي سي سيرفو ايه؟ للدي سي سيرفو موتور. فين الدي سي سيرفو؟ دي الرسمة بتاعت الدي سي سيرفو موتور، هتلاقي هي شبه الرسمة دي، بس ايه الفرق بقى؟ ان النيجاتيف سلوب بتاع الدي سي سيرفو موتور ماله؟ اعلى من النيجاتيف سلوب، ما ده السلوب بتاعه نيجاتيف وده برضه نيجاتيف، بس السلوب هنا ماله؟ اعلى من مين؟ اعلى من ده. طيب ايه سبب اللي خلى السيرفو موتور النيجاتيف ستوب بتاعه اعلى؟ بيقول لك ان الدي سي سيرفو موتور هو عباره برضه عن سيبريت اكسايتد دي سي ايه دي سي موتور. خلاص بيتم التحكم فيه عن طريق الارمتشر ايه فولتج، نفس الكلام يعني دايره الفيلد مالها ثابته محطوط عليها الايه الريتد فيلد فولتج، وايه ويطلع فلكس ايه ثابت. بس الارمتشر في السيرفو موتور بنحط له ايه؟ بنحط له سيريز اكسترنال ريزيستنس. سيريز مع مين؟ الريزيستنس السيريز دي مع مين؟ قال لك مع دايره الارمتشر. خلاص يبقى الفرق بين السيرفو دي سي سيرفو موتور وبين السيبريت الاكسايتد دي سي موتور اللي هو العادي، الفرق الوحيد بينهم ان احنا هنيجي هنا عند دايره الفيل عند دايره الارمتشر ونحط اكسترنال ريزيستنس. فهنروح من عند اللايبراري ونجيب ايه؟ عند الاليمنتس ونجيب سيريز ار ال سي برانش، وهي دي الحقيقه اللي هنضيفها. خلاص
طيب هنخلي البرانش اللي هو نوعه ايه ار، وقيمه الريزيستنس دي هنخليها كام؟ 10 اوم مثلا. خلاص انت لو تلاحظ ان لو جينا شفنا الماشين ذات نفسها دي سي ماشين، البارامترز الارمتشر ريزيستنس كام؟ 2.6 صح؟ يعني قيمه صغيره انت بدل ما تضيف لها 10 يبقى انت السلوب بتخليه ايه؟ بتخلي النيجاتيف سلوب ماله عالي. طبعا كل الكلام ده هيتدرس في الايه؟ في المحاضرات. تمام بس هي دي الايه؟ هي دي الفكره. هل بقى الريسبونس بتاع الماشين هيختلف او هل التايم هيختلف؟ عشان اتاكد ان الريسبونس بتاع الماشين هل هو هو ولا لا، تعال ندخل له الريتد فولتج بتاعه ماشي، وبرده ندخل له الايه يعني برده نعمل تيست للماشين عند ايه؟ عند الريتد زي ما عملناها للايه؟ للسيبريت اكسايتد. يعني مش لسه يعني لسه مش هنشوف ايه ندخل ريبيتنج سيكونس هنا ونغير الفولتج، لا هنشوفه بس ايه واحده واحده كده عند الريتد فولتج ان هو هيبقى داخل لها ريتد فولتج. ده دلوقتي مش ده فصلناه خلاص دلوقتي خلاص، وهنجيب هنا الايه السورس اللي هو كام؟ قلنا الريتد فولتج كام؟ 240، وهنبدا نوصله خلاص نشغل ماشين عند الريتد. عايزين بس نشوف الايه شكل السبيد كام. تلاحظ ان السبيد هنا مالها بقت ايه؟ بقت بالنيجاتيف. مش احنا كنا بنتكلم فوق على كام السبيد هنا؟ على 1750 ار بي ام، اللي هنا وصلت بالنيجاتيف. ليه وصلت بالنيجاتيف؟ انت لو بصيت على التورك سبيد كاركترستكس بتاعت السيرفو موتور هتلاقي ان عند الريتد فولتج ايه اللي حصل هنا؟ ده الريتد تورك. ايه اللي حصل للسبيد؟ هو طبعا الكيرف ده نزل تحت، فهتلاقي ان الكيرف ده هنا ماله؟ هتلاقي ان السبيد هنا مالها نازله بالايه؟ بقيمه نيجاتيف. واحنا لو بصينا على الكيرف ده، بلاش الكيرف ده عشان ده هنا عامل الاوميجا هنا تحت، بس هي هتبقى نفس الفكره. يعني لو الاوميجا سواء الاوميجا بتاع هنا في الاكس في الاكس اكسس او الاوميجا فوق في الواي اكسس هيبقى نفس الايه؟ نفس الكلام. تمام طيب، فهتلاقي هنا السبيد مالها بقت بقيمة ايه؟ بقيمة نيجاتيف. طيب تعال نشوف شكل كده الريسبونس اهي، وصلت لقيمة ايه؟ نيجاتيف. اخدت بقى تايم قد ايه عشان توصل للقيمة النيجاتيف دي؟ ها هتلاقي اخدت وقت قد ايه؟ اخدت مثلا تقريبا واحد ايه عشان توصل لحد السيدي ستيت، واحد وربع ايه؟ واحد وربع ثانية خلاص. فبالتالي عشان نحط كل نقطة السيدي ستيت محتاجين فترة قد ايه؟ واحد وربع ايه؟ واحد وربع سنة. طيب يبقى هندخل بقى الكيرف ده تاني اللي هو الايه؟ اللي هو التورك، بس هنا الفترة هنا كام؟ واحد وربع ايه؟ واحد وربع سنة، اللي جبناها مين؟ من الريسبونس بتاع مين؟ دي سي السيرفو موتور، دي سي سيرفو موتور. خلاص نفس الكلام الريت التورك وكل الكلام ده، وهنشيل بقى الايه؟ اللي هو الثابت الفولتج الارمتشر الثابت ده، وهنحط الايه الكنترول ده ايه فولتج سورس. تمام برضو هنا كام؟ احنا هنا قلنا اخر التايم كام؟ واحد وربع في كام؟ في 5. تمام يبقى هنا ده في كام؟ في 5 خلاص. طيب برضو لو عايز تشيك برضو نفس الكلام الاتنين مع بعض قبل ما تدخلهم على ال دي سي ماشين، هدخلهم على السكوب ونشوف الايه. في هنا مطلع لي ايرور بيقول لي ايه؟ ان في مشكله في الايه؟ في نمبر اوف ايه كونسيكونتيف زيرو كروسنج. طيب ماشي، هنروح هنا عند الايه؟ عند الكونفيجريشن بارامتر، ونخلي الزيرو كروسنج اللي هو بيقول عليها المشكله دي هنخليها ايه؟ ديسيبل. ماشي
طبعا زي ما احنا شايفين هو ايه واخد وقت طويل، تمام. طيب، فاحنا بس عشان نسرع الوقت شوية هناخدوا الاتنين سكوب دول بس كده. ايه هنحاول هنا ندخلهم على طول عشان ايه ما نضيعش وقت، بس مش لازم تشيك، مش ده ما هياخد وقت طويل يعني في السيميليشن. تمام، تعالى بقى نعمل ايه، ممكن نحاول احنا نقلل مثلا عشان ما ياخدش وقت اطول. 3 خلاص. طيب نبدأ نعمل ران، هياخد فترة وقت ايه شوية، فهنوقف بس الفيديو عشان ما يطولش بس. تمام، طيب هو دلوقتي كده خلص سيميليشن، هو ما خدش طبعا وقت فترة كبيرة اهي. دي الرسومات اللي هي بتاعت الايه بتاعت الايه بتاعت السيميليشن. اول رسمة دي بتمثل مين، اللي هي الريتد ايه بتاعت 100% من الريتد فولتج، ودي عند 75%، ودي عند كام، عند 50%، ودي عند 25%. خلاص، وممكن يكونوا ايه لازقين في بعضيهم كده، بس ايه هما نفس الفكرة. طيب برضو نفس الكلام هناخده كده سكرين شوت منها، ونيجي ايه نرسمها على برنامج البنت. تمام، ونبدأ برضو نوصل بنقطة الايه للسيدي ستيت. ادي نقطة السيدي ستيت هنا، وادي نقطة النقطة هتبقى هنا برضو كده اهي. لما تيجي توصل بالنقط كلها بين بعضها تلاقي ان هي ايه واصلة. طبعا هو الكيرف طبعا نازل في الايه في السبيد بالنيجاتيف، صح، زي ما اتأكدنا من ايه لما جينا شفناها عند الريتد فاليوز، لان ان الريتد سبيد بتاعتها كام، طلعت بقيمة نيجاتيف 61 ايه ار بي ام. تمام، طيب ده كده اول ايه اول رسمة عند الايه 100% من الريتد ايه فولتج. تعالى نعيد الرسمة التانية اللي هي كام، عند 75% من الريتد فولتج، هتلاقي برضو النقط ايه مكملة تحت. تمام، طيب لما نيجي نوصل ما بينهم اهو، ماشي. احنا بس عشان عايزين ايه نحاول نطالع الرسومات زي الايه زي ما هي مرسومة في الايه في الكتب. طيب تمام، لاحظ طبعا ان الاسلوب النيجاتيف هنا ميله اعلى من الايه من بتاع السيبريت اكسايتد، واخر واحده اللي هو عند ايام 25% ممكن مش تكمل. فايه احنا طبعا ما اظهرناش الجزء الايه النيجاتيف، عايزين بس الجزء الايه البوزيتيف. نفس الكلام برضو، اول واحده دي عند ايه اللي هو دي عند ايه عند 100%، دي عند 100%، نزودها شويه. مية في المية وفي الفي ريتد، خلاص اللي تحت دي هتبقى فين، عند 75% من الريتد ايه فولتج، ودي هنا تبقى كام، عند 50% من الريتد فولتج، ودي هنا عند كام، 25% من الايه من الريتد فولتج. خلاص، تمام، هتلاقي نفس الكلام ده هنا ايه ده كده التورك، سبيد كاركترستكس اوف ذات ايه الدي سي سيرفو ايه موتور. خلاص، طيب يبقى احنا دلوقتي لاحظنا ايه اللي احنا طلعناه في النهاية دلوقتي، ان احنا قدرنا عن طريق الماتلاب نرسم ايه نرسم نفس الايه الرسمتين بتوع التورك سبيد كاركترستكس الايه للسيبريتلي اكسايتد دي سي ايه موتور، وبتوع مين الدي سي سيرفو موتور، هما الرسمتين دول. تمام، قدرنا نرسمه عن طريق الايه الماتلاب.
ماشي. فدي بس ايه طريقة للايه للمقارنة بين الكاركترستكس او البرفورمانس بتاع الايه السيبريت اكسايتد دي سي موتور اللي هو العادي والايه والدي سي سيرفو موتور. وعرفنا في نهاية الفيديو ان احنا ايه ان الفرق بين السيرفو موتور ان احنا ضفنا بس ايه سيريز اكسترنال ايه ريزيستنس خلاص. طيب شكرا لكم.